بعنوان ما بتساعد بتدمر، فتحت أبواب القصر الجمهوري أمام نشاط إرشادي يحذر من آفة المخدرات، شارك فيه شباب وطلاب إضافة إلى مؤسسات وجمعيات ورسميين. الاحتفال الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى نادية عون لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات تخللته شهادات لبعض متعاطي هذه المواد. بلشت بمادة اسمها الإيروين، تعرفت على شباب عندي بالمنطقة، صرت أعطيهم معاشي وأسرق زيادة كرمال أقدر طلع زيادة. لو وصلت لمحل لقيت أنه أنا ماني قادر سيطر عليها. الرئيس عون ركز في كلمته على أهمية الوقاية المسبقة حماية لمجتمعنا ولأولادنا، مشددا على محاسبة المجرمين والمتورطين. أن المخدرات ما بتساعد بتدمر، نعم بتدمر، فليس في تلك السموم أي حل لمشكلة. أن المدمن ليس مجرما بل ضحية، ويحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كل الدعم الممكن والمساعدة. لا حصانة لأحد، أقولها وأكررها، لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يثبت تورطه في المخدرات سيحاسب. إن الحرب ضد المخدرات يجب أن تكون حربا عالمية، أما في لبنان فنسعى لتكون المعركة ضد المخدرات حربا وطنية شاملة. ودعا رئيس الجمهورية إلى سحب موضوع المخدرات من التراشق السياسي وإلى عدم استغلاله في المعارك السياسية.